فليحذر الإنسان من دعوة الأب أو الأم، فكما أن دعوة الأب والأم له بالخير تصله، فإن دعوة الأم والأب عليه بالضر لابد أن تصله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معصية يؤجل الله عليها العقوبة، كل معصية يمكن أن يؤجل الله عليها العقوبة إلا العقوق والبغي، إلا العقوق. فعقوق الوالدين يؤجل الله العقوبة عليه في الدنيا، معنى إذا رفعت الأم فدعت بالضر أو الشر لحقه حينها، فدعوتهما مستجابة. فكل معصية يعصيها الإنسان المسلم إلا ويمكن أن يؤخر الله عليها العقوبة إلا العقوق، فالعاق لا يمهله الله، ينتقم منه، يعجل الله العقوبة في نفس اليوم. الله. قد روى البخاري ومسلم والترمذي عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3 مرات. قلنا: بلى يا رسول الله صلى الله على الحبيب. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. هذه أمور تعرفونها، أنا أذكركم للعمل قبل أن تفوت الأيام فتتحصر بعد موت أبيك كونك كنت مقصرا معه وهو في الحياة. الإشراك بالله 3، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. صلى الله على الحبيب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أخطر الآثار، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا، أن ينحبس لسان المسلم عن النطق بالشهادة للعاق عند خروج الروح. إن عاق الوالدين يحرم من التثبيت ويحرم من التوفيق بالتلفظ بالشهادتين عند خروج الروح: لا إله إلا الله محمد رسول. أما الجنة فمعلوم أن الأحاديث تواترت، وقد قال رسول الله: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم منهم: مدمن خمر، وعاق الوالدين. وقال رسول الله: لا يدخل الجنة عاق ولو عبد الله ما عبد. فالله لا يقبل عبادة العبد إلا إذا قرنها بالإحسان إلى الوالدين، فانظر ماذا أنت صانع. إذن فهذا عن العقوق، فنسأل الله تعالى أن يباعد بيننا وبينه.